بخير. أصبح النهار صبحتو صار البنات اش كتعودو يعني أموركم كلشي بخير. ألوغ جو روسيو صراحة بوكو د تخي انستغرام انا خبرك ميرسي بوكو جو روسيو بوكو د سوجي لي البنات بغاو مسهلا لك سكينة تعطلت هاد الصباح صافي. انا كي قلت لكم جي روسي بوكو دو بوكو دو نو اون فيت كونت سا بوغ البنات غير تسنى باسكو دروك الصباح هاو و جي روسو بوكو دابيل فداكشي علاش سا بوغ. الو مي شتي سندارتك كارولينا هيريرا من كارولينا هيريرا رسمي ده كارولينا هيريرا من كارولينا هيريرا alors j'ai reçu كي قلت لكم بزاف ديال لي ميساج بزاف ديال لي سوجي concernant الموضوع اللي بغونا البنات نهضروا فيه. اسمع صافي خا غراموريت حبيبتي فمن بين من بين المواضيع اللي كنا كن اللي كنت كنقرا لفت انتباهي واحد المساج اسكو ما كنقدرش نقرا كلشي ولكن لفت انتباهي واحد المساج الوغ لفت انتباهي دخلت كنقرا باللي parmi je sais pas ce qu'il y a معنا دابا السيده اسمها بلاتين بلوكي واحد فوالا اسمع انا غادي ندوز عليك دابا الثانيه غنبلوكيك وتمشي في حالتك تو سامبلومون. الوغ كي قلت لكم دخلت كنقرا جيتي شوكي لانه ابخي سكو جو كومبري معنا واحد البنت فهي كتبعني هاد البنت هادي كانت مجوجة بشينوي alors عندها معاه دوز انفون و بلاتي باش منساش لكم لي ديتاي عندها معاه دوز انفون اوف كتسمعوني دابا دابا كتسمعوني حطو دابا عندها معاه دوز انفون ياك وتلقات منو فيكو هما حامل الجنسيه ماشي جابون تشاينا الا با الدروا دو روفير سا في ما عندهاش الحق تعاود تجوج وما عندهاش الحق تعاود تمشي مع واحد اخر الا با الدروا دو روفير سا في. فاش تلقات منو سي لا كوتوم ديالهم هما فاش تلقات منو ما بقاش عندها الحق حتى شي حاجه مبقاش عندها شي نوع فما عندهاش الحق تبقي تعيش مع شي واحد اخر انا جيت شوكي ف اش بالكم نتوما فهاد الهضره ديالهم جنسية مغربية دابا فو كومبروندر واحد الحاجه الا تزوجتي باي واحد كيف ما كان نوع اي ولد الحرام بكم كلهم ولد الحرام يجوز باي واحد فهذاك الواحد
اش كيوقع عليك تزوجتي بيه في ديك البلاد؟ يعني باش تجيبي هنايا ولادك يفو لوتوريزاسيون. اوكي كنهضر لكم، كنهضرش على لوروب و توسا، كنهضر لكم على بزاف د البلدان، مثلا الهند و داكشي. يعني باش تخرجي ولادك تهربي من ديك الهربه الاولى، باش تقدري يعني باش تقدري تصاوبي لهم اوراقهم ولا ديري لهم شي حاجه، سي تري ديفيسيل. فهمتوا شنو نقول لكم؟ و هانتي لك على الشينوي ود الحرام. فدوكو هما في الكوتوب ديالهم يا اما شنو قالت؟ قالت لي هضري على هذا الموضوع، شتي حقوق المرأة عند الكفار كي دايرة؟ والخليجيين اليوم بالدواء. فالمهم هذا الموضوع كي ما فهمتش يعني انا ولي اسد القناه الله يعز الاسلام، فانا ما بقيتش فهمت واش ضرب من تموج المغرب ضربت تسمح في ولادها يقدر يدير لها الحاجه وما تبقاش تدخل. ما عرفناش اكزاكتومون، ما عرفتش اكزاكتومون شنو هي اللوا عندهم. ندير وقت باش نقدر ندخل نقرا اللوا، حيت انا جو مي سوي جامي انتريسي لازي وجواجهم ولا معاشرتهم ولا شي حاجه. انا جي اوكين ايدي اي جي اوكين كوبين ابار هاد البنت هادي. جي بزاف البنات كو مزوجين و سو بارتي فيفغ تما، جي بزاف البنات اللي مشاو كيقراو مشاو كيديرو كيخدمو ايتو، ولكن مزوجين الا اختي حنا مزوجين مغاربه مع هذا مع ذلك غير باش ناد الباسبورت بالموافقة الأب ضروري. اكزاكتومون تمشي السفارة المغربية وراه هي. ودابا هي أنا غادي نتعمق عطيني في الموضوع وغادي نجيب لكم، غادي نجيب لكم التنقنيقة كيفاش دايرة باش حيت شوفوا نقول لكم واحد الحاجة. الزواج المختلط كيبغي بوكو التفكير داكوغ. الزواج المختلط ما كيبغيش ديك تيبغي فريمون ديك الف تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص ياك. سواء سواء من ناحيه الكونطرا، لي كونطرا دو مارياج، باسكو دروكا كون تي دوماري مع شي واحد مثلا كاين في اوروبا بور كي سو بروتيج كيدير ان كونطرا دو مارياج. اوكي لي كونطرا دو مارياج كيدير لك فيها لي بيان وهادي وداك 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 وداك، يعني هو اش اللي عنده وداكشي اللي عنده باش يفرقوا معاك، ولا داكشي اللي كان عنده قبل منك انتيا ولا داكشي اللي كان عندك انت قبل منه شنو بغيتي ديري معاه فيه، وداكشي اللي كان عنده قبل ما تزوج بيك اونكا او تزوج واش وليدي داخلين في الورط. بوكو دهال ما تبقاش تهضرو سون سافوار كو نيمبورت كال بيرسون يقدر يكون عربي وحامل جنسية اكس، امريكية، استرالية، كندية، فرنسية، بونجور ماشي بنت جاي يمك يلا صحيح هكا بلوك ما اسمع. هاد الشيء بغيت ندوي لكم عليه كتقطع باسكو كيجيوني لي زابيل. دابا كتسمعوني؟ خلينا نكملو. يعني انت ما كتعرفيش، انت كتلاقاي بواحد الانسان اللي لو برومي جور تو سباس بيان، كلشي زوين، كلشي لا في اون روز، بيبي نورس دا 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 اكسيتيرا، باسكو هما اي سون تيلمون اكتريس اكتور اكتور باردون كو كيتقنوا الدور كلهم. فوالا
بيان سور اش كيقول لك كيقول لك مثلا بزاف البنات بزاف البنات هنايا معانا جوجين زواج مختلط كونطون جوج زواج مختلط يعني باسبور مغربي مع باسبور واحد اخر او جنسيه واحده اخرى او كمره واحده اخرى ف يعني الناس الناس المراه فاش فاش كتجي ان بروبوزيسيون ديال الزواج وكتكون بيان سور الراجل كتبغي اتو وهذا الحب وقصه زوينه وقصه مقال فقصه زوينه الفرق ما كنهضرش حنا ما كنعممش كان كنقلي الخبز في سميتو هاني ما حرام عليه ما والو كنقلي في الزبده في المقله البان البان بريوشي الو فطروا او ميم طون البنات اللي ما كتفطرش خصها تبدا تفطر تفطر وتشرب الدواء هذا هو الهدف من لايفات الزيره الصباح حتى الفطور وشرب الدواء المهم فكي قلت لكم البنات كتكون ما كتعرفش اوتوماتيكمون الا اكسبت تو الا اكسبت انها تزوج بك كما البنت هنايا كيقول لك انا نسكنك مع والديا نهار الاول تو سا نجمعوا شويه راسنا وهذا وهذا هادشي صاغيفي يعني ما عمرناش نكذبوا على راسنا ونخوضوا في ريوسنا تزوجتي بيه كاع لاباس عليه وداكشي كيقول لك انا نشري لك واحد البارطمان ولا هادي ولا حتى هو كيدير لك ان كونطرا يعني الراجل اي سو بروتيج سوف كو المغرب الاوروبا والبلادات الاخرين كون تو سين ان كونطرا عندهم ليكستريم في لي كونطرا يفو فير اتونسيون اسكو تو سين يفو لير سورتو اسكو تو سين يفو يفو دوموندي لانه سي لا في هادي يعني كما هو الى بونسي كو نتيا كما هو فكر انا ديال كونطرا بور تو بروتيجي حتى انت خاصك تديري حتى انت خاصك تكوني ذكيه وخاصك تحطي يعني الشروط ديالك لو كان هذا الراجل كيحشم ما غاديش يتزوج عليك عن طريق الكونطرا ياك فالا الى 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 بيت يس بروتيجي بيت بروتيجا هو انت راه انت حتى انت من حقك تكوني ذكيه علاش بيان سور حنا كنهضروا على ولاد الحرام ما كنهضروش على ولاد الناس لانه كاينين ولاد الناس اللي كيديروا ان كونطرا بوغ لو طرافاي طرافاي ديالهم مثلا ولا كيكونوا مزوجين عندهم الاولاد فكيبي بروتيجيك بهذاك الكونطرا فهي راه جوج الانواع كاينه وحده اللي كت 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 يعني كت ما كتربحي منها والو وكاينه وحده اللي او كونطرا ايل تو بروتيج باسكو ان فرونسي مثلا ان فرونسي مثلا فاش كيتزوج الى مات سون كونطرا والديه كيدخلوا معاك النص بالنص واش فهمتي ففاش كديري هذاك الكونطرا بس فهمتي فاش كديري هذاك الكونطرا كت الراجل يتو بروتيج من مثلا كيحط لك واحد مثلا كيقول لهم انا الا بغيت نموت انا بغيت مثلا واحد لا بوتيت بارتي دوز ماما ولا مي زانفون القدا مع المراه الاولى ولا مرتي الاولى ولا كل واحد يعني كي ديتاي فيها باردون تي ديتاي فيها اشنو هو بغا فهمتي سي لا سيتو ناسورونس دو في اوكي ولكن احبابي ديالي كتجي كتزوجي رجل عادي لا شوز دي وقعت ليا كنتي كتزوجي راجل عازم كدير كونطرا كدير كونطرا tu signes le contrat le premier jour parce que tu es aveugle contrat كتقول ما كتقريهاش دي فوا لا شوز دي وقعت ليا ما كتعرفيهاش باسكو انت tout ce que tu sais c'est les deux un jojo et merci au revoir كندا هي البنات اللي غيبيو جوجو ال 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 باسكو دابا بناتنا كاملين يعني بزاف البنات كيتجوجو اوروبا كيتجوجو زمغريه
ولا الكور ولا 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 فاش كتبي ديري انت ان كونطرا وما كتقرايش الكونطرا ديالك فهنا فين كتقول بك التقليبه ديالك. فكل ما هو ما حشمش وجهت لك الكونطرا فوسط وجهك باش انت تسني الكونطرا باش هو يتزوج بك حتى انت ما تحشمش غادي تقرا الكونطرا وغادي تاخذ الافوكا دو تا بار وغادي يشرح لك بيان لي بارلي اي دو سكيل ساجي في هذيك الكونطرا. لانه دو ميم لا بيرسون حنا اون بارل دون بيرسون سيليباتير واحد الانسان اللي سيليباتير ما عنده والو يعني عنده كلكو بيان عنده شي ابارتمون دو ابارتمون خدام مزيان اي سي تو ما كنهضروش على شي واحد كاع لاباس عليه. دو مومون كو هاد لا بيرسون هادي فكر فكر انه يسنيك الكونطرا قبل من الزواج تك بعدا ديجا كلك شوز كي فابا باسكو فاش كتزوجي كتزوجي يعني على طاعة الله وعلى هادي وعلى داك وعلى هادي وعلى داك سي حلال يعني حلال يعني كتفكر في يديك مع يديه باش تقدروا تشريو حاجه حوايج اخرى وديروا حوايج اخرى. ولكن هو الا كان مطور لدرجه انه بيسنك الكونطرا وبيبدا تيتحاسب معاك على هادي وعلى ديك وعلى هادي وعلى ديك وعلى هاديك ابا ماشي هنا الا الحبيبه ديالي الكونطرا ديالي قلتي لي هادي لي الكونطرا ديالي ديال المغياج عرفتي شنو درتي كنسمعوا زوج بالكونطرا بيان سور. هادو هذا موضوع خاص البنات اللي كيتزوجوا بالدراري اللي كاينين برا ولا الرجال اللي كاينين برا افون لو مارياج كيديك شي ان نوتير اي تو سين ان كونطرا. هذيك الكونطرا كتحميه هو كتحمي لي املاكو كتحمي لي فلوسو كتحمي الموت كتحمي 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 بزاف د الحوايج. مي الا ما كانتش انت عندك حتى انت واحد 50% دي زافونتاج من هذيك الكونطرا علاش غتزوجي بيه؟ راه راجل ما عرفتش كتزوجي بيه لا شوز اللي انا نقولها فاض ندمت على الزواج ناري على 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 لي غلاموريات كاملين ندمين على الزواج ما كناش وحده غلاموري ما ندمش على الزواج لا ما باغيش تزوج. الو الراجل انت فاش كتزوجي بهم انا نعطيكم ان اكزومبل هي الكونطرا زوينه فاش هي كونطرا الواحد واحد نوع من انواع الكونطرا اللي هي سيباراسيون دو بيان فاش زوينه سيباراسيون دو بيان فاش كيموت الراجل. اما الحبيبه ديالي فاش كتبت تلقي من الراجل ايديك على الخيشه ايديك على الخيشه فهادشي خايب في الكونطرا ديال المغياج. يعني انت يفو انسيستي كو في لا لين ديال الطلاق ما تخرجيش من المورد بلا حمص. هو شكون كيقول لك كيقول لك احبيبه ديالي حيت انت كتبغيني وانا كنبغيك هادشي الا قال لك بلي سني الكونطرا حيت انت كتبغيني وانا كنبغيك غادي نسنيو هاد الكونطرا كلشي ليك باش نموت. وشكون قال لي انت ولد الحرام غدوري ولد غدبت نتفرق معاك قلت معاك انا 20 عام نعرفاش بغيت نتفرق معاك نبدا من الزيرو نعطيك انا 20ياتي ونبدا من الزيرو لا شوز اللي كتوقع بزاف ديال الناس. يعني الزواج المختلط سيغت انه كتبغي تزوجي بشي واحد من غير كحل الراس ديالنا ايتو وهذا واش جعلتكم شعبا وقبائل لا تتعارفوا وهذه جو سوي توت افي داكوغ انا جو سوي با كونتخ دو مومون انا مسلم ولا سالم ولا يدبر بكاع بنادم راسو ولا ولد الناس لا. ولكن يفو فيغ ايبيغ اتونسيون لانه نتيا كتمشي كتخرجي من بلادك كتمشي لبلاد اخرى كتغربي كيخصك تقراي لغتهم تتعرضي للعنصريه كتعرضي بزاف د الحوايج كتولدي ولادك اوكي انت بيان وهذا ديما بعيده على داركم ديما بعيده على اجواء ديال العيد ديما بعيده وديما ديما 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 بعيده. فحتى انت مشاعري الراجل اللي بيجبي يقول لك الكونطرا د مغياج قول لي با دو سوسي موتي موتي في الزواج في الطلاق وموتي موتي في الموت الموت ديري شنو بغيتي في الطلاق ندير لك لا موتي
فوالا او موان تي تو بروتيج. ولا دير الصداق صحيح فاش بغيت تلقاك عطيلك على حسب شنو هو عنده. هادشي الا عرفتي انت شنو هو عنده سينو يمشي يجيب لك من دار الضريبه اشنو عنده. وي ما شيري بزاف انت مع او ضد مؤخر الصداق؟ نو no, انا مع انا مع اي درهم بيعطي لك الراجل كيما قال قبل بعد بوندون جو جو دافا ميمي صباح الخير كون فعلا هذا الراجل بغى يتزوج بكم ميمكن زعما فين هي البركه ديال الزواج؟ هو كيفكر في الطلاق وكيفكر في الزمر وكيفكر في تخاصمتو بغيتي تديري الولاد و تيفكر في بزاف د الحوايج ميمكنش حنا كنحشمو بيان سور حنا كنحبو حنا كنحبو والمرأة فاش كتحب كتسدو ليها العنان كتولي تتقول مسكين راجلي هانتي يا اختي كاع فكر فيا حتى الموت كاع باش فاش بيموت بيخلي ليا كلشي وما شتيش هادشي اللي كيخلى لها كلشي ما شتيش مسكين الراجل اللي قال ليا فاش نموت غادي يعطيني انا النص حيت هنايا في هاد البلاد تيديو ليهم كلشي انت كلبه لا على نياتك على نياتك انا ما شغي انت راه مقلبه اكبر تقليبه انا عارفه المرأة المغربية فاش كتحب ما كتبقاش تكون استغلالية ما كتبقاش تكون استغلالية كتولي كتقول حشومة ولكن انا جي بخفر ان الموت هذا على الطلاق اجوردي ها ياسمين صبري باش حسن منا يا البهلات حسن منا بكل حاجة احنا على مزيناتنا وحاضرين الرجال ولاو مطورين كلارو الرجال ولاو مطورين وكيعرفو شنو يديرو كيحطو تيبدا يخمم اي بوركوا با حتى حنا نخممو اي تو وهادي وانت انتي تعرفي فين بتحت رجلك عزيزة عزيزة عطينا اختي الدوا الله يرحم والديك بيان سور انا راجلي راس مالو جيت الدوغ الحمارة السومة سخونطة هاديك هي المرا ياسمين صبري تحب واش بغيت تقص تحسن شعرها عليه ولا بغيت تقص تخشى في المنطة وتقص تبكي وتدير نتفليكس فرعات جدوالدي احسن فرعات العات اللي عند جد بخيفي لي ديتوكس الموج بيان عطاني الماء كتبغي تدير له صلاه الخبز للفران تيقولك تتعجبيني كتدخلي لي الكل وانت تتفرجي في تامر حسني في الافلام ديالو القديمه الله يعطينا الدل انا بيت هاد القلب يتشحن حقد على الرجال ما يمكنش في المالديف ولا ما عرفت اختي جاتني في الهند انايا ونفس السند اختي تكون تافوريكا المهم راه كاينه في شي قنت حنا كنقولك كتلقى معاها في الدور ما تزوجات بيه عامين ما درت معاه حتى شي حاجه ما وعدها ما خلى لها ريال ما خسر عليها ساندويتش لا بيتزا سناكات والو قال لها الزنجات معاك الجلابه وهي خدامه كتفكر في ديك الزنجات معاك الجلابه حتى لغد الصباح باش تعاود دير نفس الوصلات الخبز حتى تولي تقول ما غجنيني لا يوميا الخبز البارح جا زوين اي ماشي ما ديك اللي شافت في القهوه كتولي ما كرهتش تحل دابا بدارها خارج قدام القهوه اي وي ماشي غير سي نو لي ماروكان كنبغيو كنطيحو كنخونو كنشوهو كان اون با لو ميليو دي شوز كان البرتقاله الم
مرة والو نزلها من الشجرة سقط فيه تحمقت تضحك على عزيزة شملة حنا حنانات والله اللي خلاتها لينا كان ربي يدق في القلب اللي خلاتها لينا سميتها ريبيكا انا جادور هذيك مسخونه تران بلا فران elle s'en fout de tout le monde اش الناس كيفكروا طز على باليش تقول لك انا ما على باليش كيما ما على باليش والله العظيم كاين لا غيزون